بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. عندما تحلق القوى النعمة بأجنحة الأهلي الرياضة والفن يحتفل التاريخ. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 820 من ملك كتابة. حلقة الخميس جاية بعنوان واحد فقط شامل لكل ما فيها من مضمون مهم جدا، بين الفرحة والترقب والحب. الفرحة كلكم عايشينها وشايفينها، والترقب كلكم ملاحظينه ومتابعينه، لكن الحب كل الحب لمصر الغالية، لمصر الغالية. والمفاجأة اللي احنا ما حبيناش نحتفظ بيها نفسنا، بقدر ما أسعدتنا قررنا أن نتشارك ونرى أجنحة القوى الناعمة الأهلوية، الرياضة والفن. الرياضة والفن، الرياضة النهاردة الأهلي بيحلق بالنسر الأحمر، بيحلق نحو اللقب العربي في الكرة الطائرة، محرزا لقب البطولة العربية للكرة الطائرة، والنسر ولجناح النسر الآخر يحلق في سماء الفن. الفن احتفالية في افتتاح مناسبة أثرية هامة في وجود قامات عالمية يتصدرها الدكتور مجدي يعقوب. هتقول دلوقتي السير. ولا نستنى السير. السير؟ لا اتفضل اتفضل. قاعد فسمعت أغنية مصر هي أمي، بس ما سمعتهاش قبل كده بالطريقة دي، لا من فؤاد المهندس ولا من عفاف راد. بنت مصرية بتحكي حدوته انها شافت فيلم ماذا تعني لك مصر، وحكت وغنت، تكتشف ان كلمات الاغنيه بلحن سوبرالي، والبنت التي قدمت هذا اللحن الذي نال استحسان وتصفيق اهم الحضور في 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 مشهد انا تهزيت، سمعت الاغنيه بمعنى تاني وطعم تاني، بقيت نفسي مصر كلها تسمعه زي ما سمعته. واشكرك على انك اتحت لي الفرصه دي، بانك فاجئتني انك هتقدمه. انت اللي هزتني. هتقدمه، لان الحقيقه في مناسبه كمان، ان البنت اللي بتغني السوبرانو العالميه فاطمه سعيد، احمد سعيد، بنت الدكتور احمد سعيد وكيل النادي الاهلي، واللي اتربت داخل في احضان النادي الاهلي، واللي جدودها وجذورها اهلاويه، فهي في حد ذاتها قصه نجاح مبهره على المستوى العالمي. ولكن اللقطات اللي هتشوفوها يا شباب انا عجباني جدا. اللقطات اللي هتشوفوها الحقيقه معبره جدا عن قيمه الفن ودور الفن في ترسيخ مفاهيم الحب للوطن. ولما يكون فعلا الاسهام الاهلاوي جاي من خلال بنت النادي الاهلي وابنة واحد من قيادات النادي الاهلي، صحيح السابقين، لكن الحقيقه الدكتور احمد سعيد وكيل النادي الاهلي او نائب رئيس النادي الاهلي في مجلس المهندس محمود طاهر، كان راجل فعلا عبر في كثير من مواقفه على اهلويته الشديده، وشخصيه فيها الكثير من الثراء الفكري والشخصي والمواقف الاهلويه، كبطل من ابطال السباحه في النادي الاهلي ورياضي مرموق من ابناء النادي. ووالده رحمه الله عليه هو واحد من ابطال تنس الطاوله، واحد رعاتها في النادي الاهلي، ووالدته واحده من بنات النادي الاهلي، اسره عريقه جدا. وفاطمه سعيد بنته واحده من بنات النادي، من بنات النادي، وراحت اتعلمت وفي ايطاليا وحققت المركز الاول في معظم مسابقات الداخليه. سافرت ايطاليا وعندها 14 سنه. وتعتبر هناك ايقونه من ايقونات الفن الصعب جدا اللي العالم كله بيحاول يفهمه ويستسيغه، ولكن قدمت هذه الأغنية بهذا اللون. مش عايز أحرق لكم المفاجأة غير لما تسمعوها يا جماعة. والله عندنا، بص يا أستاذ إبراهيم، هناك من يهرول ويبيع الفن العربي المصري بأموال، ولكن البعض يقول لك أن الفن المصري لا يقدر بمال، فإذا احتفظت به احتفظت بجنوز الدنيا، أما الآخرة فهي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصرك في كل خطاك، ومنصورة مصر بإذن الله.